مرحبا بكم في قناتنا أخبار تونس اليوم. عايشة عطية تكشف عن هوية حبيبها الجديد. نشرت الممثلة عايشة عطية عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا رفقة حبيبها الذي يدعى سفيان غزليني، وهو عارض أزياء يقيم خارج تونس، ويبدو أن الأمور بينهما تتجه إلى الارتباط الرسمي حسب الصور والفيديوهات التي نشرها الحبيبين عبر خاصية ستوري بالانستغرام.